اخر دقيقه سريعا كمان نروح للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقام اعمال مدير الكره. باكد على كلامك قلت يا كابتن يوسف في غينيا نتيجه المباراتين ان شاء الله هي اللي تحسم باذن الله التاهل. حابب تقول على الجيم وفي البدايه حابب تقول على جمهور النادي الاهلي اللي كان ليه تاثير كبير قوي النهارده يا كابتن سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بمسي على الكابتن سيد وعلى ضيوفه طبعا كابتننا الكبار. عايز اقول طبعا مبروك الحمد لله النهارده كرم ربنا وبارك للعيبه وبارك للجهاز. بذلنا مجهود كبير جدا لكن لسه المشوار طويل. عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي النهارده نور الملعب ودي حاجه انا قلت فرقت جدا والسبب الرئيسي ان احنا نقلنا المباريات هنا في القاهره على اساس جمهورنا يبقى بيحضر وهو العامل الاساسي في بطولات النادي الاهلي. النهارده الحمد لله زي ما حصل مفاجات كبيره جدا في ال 48 ساعه اللي فاتت. المفاجات دي خلتنا نركز اكتر. اشتغلنا طبعا مع الفرقه ومستر باتريس كارترون اشتغل مع الفرقه بشكل قوي جدا من ساعه ما خلصنا مباراه الذهاب. والحمد لله بشكر برضو اتحاد الكوره ان هو اجل لنا المباراه بتاعه الدوري لان قدرنا ان احنا نشتغل بتركيز اكتر. تصور لو كنا لعبنا مباراه في السبع ايام دول مباراه في النص كمان كنا هنخش في اجادات واصابات اكتر من الاصابات اللي عندنا اوريدي يعني. لكن انا بقول مبروك الحمد لله الحمد لله تجنبنا المفاجات. في نفس الوقت ان شاء الله نحضر للفتره اللي جايه مهمه جدا ان شاء الله مباراه بتاعت يوم اثنين هنشوف الدنيا هتمشي ازاي الفتره الجايه. وببارك للعيبه مره ثانيه مهم جدا ان احنا نقفل خلاص الصفحه دي. احنا عندنا مهمه رئيسيه ومهمه كبيره جدا يوم 2 اكتوبر ان شاء الله. اللعيبه الكبار عايز اتكلم عليهم وخاصه وليد سليمان احمد فتحي حسام عاشور كان ليهم تاثير كبير بجانب اللعيبه كلها. حابب اقول في مكافآت اكيد في مكافآت طبعا. انا يعني ما بتاخرش على اللعيبه ولائحه النادي الاهلي ما بتتاخرش. النادي الاهلي ما بتاخرش على اولاده فطبقا للائحه بنصرف وهم طبعا واقفين هو الشريف اكرامي واقف مستنيين. لكن طيب ماشي كامل لا مش عايزين نذكر ارقام. لكن بص النادي الاهلي غني بلايحته وكله طبعا طبقا للنظام اللي احنا حاطينه. احنا بنلعب على بطوله وهدفنا ان شاء الله يوم 9 نوفمبر نشيل الكاس ان شاء الله. ده الهدف الكبير بتاعنا. نتمنى ان مسانده جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي وكل الاعلام نتمنى ان هو يساندنا. والهدف كبير والحلم كبير هو حلم بطوله افريقيا ان شاء الله. بتمنى ان احنا يعني نفرح النهارده واللعيبه تفرح وكل حاجه. لكن بعد كده ان شاء الله نبدا نلم تاني ونشتغل تاني. صلاح محسن هو هدف جامد قوي يا كابتن. لا صلاح من اللعيبه اللي ماشي كويس قوي السنه دي ومركز. وهو ما اتكلمت معاه كمان في بدايه السنه يعني وعدني فعلا ان انا هركز قوي السنه دي لان صلاح ان شاء الله احنا شايفين له حاجه كويسه الفتره الجايه. نتمنى ان شاء الله ان هو يبقى موفق مع زمايله كلهم. ومبروك مبروك النادي الاهلي وان شاء الله الفتره الجايه نشتغل.